عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المخميخ، وكل عام وانتم حيين بخير. جبنا لكم روسيت بمناسبة شهر رمضان، كيفاش تعملوا الحلالم؟ حكاية سهلة برشا، الفايدة عندك سميد وعندك ماء وويدات تعمل بيهم الحلالم. تبعوا الطريقة بالباء والتاء وان شاء الله تكون عندكم احسن حلالم دياري، حلالم زمنية وحلالم تقليدية. وقبل كل شيء ما تنسوش تعملونا ابوني للشين بتاعنا وجيم للباش فيسبوك والانستغرام، وان شاء الله مرة اخرى كل عام وانتم حيين بخير.